تذمر شعبي جراء تأخر صرف رواتب الموظفين بعموم العراق والموصل بشكل خاص، وتساؤلات ما إذا كانت الحكومة عاجزة بالفعل عن توفير رواتب الموظفين، أم أنها لعبة واستخفاف بشعب جلب له القدر هذه الوجوه يقول من قطعت عنهم رواتبهم. الرواتب تعرف كلهم موظفين خصوصا الداخل، يعني كلهم على الوظائف وعلى الراتب، فإذا الراتب تأخر أو الحكومة ما سددت يعني أكيد راح يأثر على السوق ويأثر على الحركة والتجارة. لم يقتصر ضرر تأخر الرواتب على الموظفين فحسب، بل شمل الحركة التجارية والمواطنين بعموم محافظة نينوى، ما يسبب شللا تاما بديمومة الحياة وركودا بكافة مفاصلها. إذا ما تجي الرواتب ماكو سيولة بالسوق، الناس لا تقدر تشتري، الناس لا تقدر شيء، أبو المحل ما يقدر يبيع، أبو الإيجار ما يدفع إيجار، فهذا يأثر سلبا على السوق. مطالبات للرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل وصرف مستحقات الأجهزة الأمنية والمتقاعدين والموظفين أجمع، فاعتمادهم على الراتب وحده يوقف عجلة معيشتهم ما إذا استمر هذا التأخير. صرف الرواتب للمنتسبين وللشعب والتقاعد، ترى الشعب وقع بنوبة، يعني احنا ما نستلم رواتب، وقف شغلنا، احنا ما نستلم رواتب يعني وقف شغل العراق كله وقف، فنرجو منهم لا ناشد برلمان ولا ناشد فلان ولا علان، ناشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائي.